إخواني وأصحاب الجلالة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق النماء والرفاه. نود في البداية أن نستذكر ما قام به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله من أعمال جليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والجهود الخير في تعزيز مسيرة عمل المجلس. ونسأل مولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، ولصاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد. كما نهني أخانا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة نجاح متميز في استضافة بطولة كأس العالم 2022. أصحاب الجلالة والسمو، أقر مجلسكم الموقر في دورته 36 في عام 2015 رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وقد أسهمت الرؤية في تعزيز الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً وتسريع وتيرة مسيرة المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والسياسية، بما في ذلك تعيين القيادة العسكرية الموحدة وتفعيل دور الشرطة الخليجية. وفي ضوء التطورات المهمة خلال السنوات السبع الماضية التي نتجت عن تنفيذ الرؤى التنموية الطموحة التي تبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي، فالمملكة تعتزم تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين، بما يعكس تلك التطورات ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة، فضلا عن الدروس المستفادة من التجارب في مواجهة جائحة كورونا والدور المتنامي لدول مجلس ومنظومة مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية والنمو الاقتصادي المتسارع والتنمية الاجتماعية والثقافية التي تمر بها دولنا، وما يتطلب كل ذلك من تطور مستمر للقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات. نحن على ثقة أن التعاون الوثيق بين دولنا سيؤدي لسرعة تحقيق الأهداف المنشودة. أصحاب الجلالة والسمو، تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة دعمها الكامل للجهود العمومية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء هذه الأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث. كما تؤكد المملكة ضرورة التزام إيران بمبادئ ومواثيق الدولية والوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون مع وكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافظة على مبدأ حسن الجوار. أصحاب الجلالة والسمو، تؤمن المملكة مصادر الطاقة الهيدروكربونية ستظل مورد مهم لتلبية حاجات العالم للعقود القادمة، وإدراكا منا لأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه العالم والأجيال القادمة، فإننا نواصل العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي والسعي الجاد للحد من آثاره ومعالجتها. وفي هذا المجال قامت المملكة باتخاذ العديد من الإجراءات، حيث أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والعديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية مصادر الطاقة المستدامة. وستظل دول المجلس بإذن الله مصدر آمن وموثوق به لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة. أصحاب الجلالة والسمو، في ختام ترأس المملكة للدورة الثانية والأربعون لمجلسنا الموقر، نهني أخانا جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على تولي سلطة عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الأعلى، متمنين لجلالة التوفيق والسداد، ونؤكد دعم المملكة المستمر لرئاسته ولمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة ودعم كل ما من شأنه ترسيخ العمل الخليجي المشترك. نسأل المولى عز وجل يسدد كل جهودنا بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.